عندما وضع اسمه على لوحة الشرف في مدرسة البرج الثانوية جنوب دورة، بدأ إبراهيم الفقيه يفكر بهذه الوضعية مع نهاية امتحانات الثانوية، وهل ستتكرر أم لا؟ فكانت الصدمة المفرحة عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الاسم الذي احتل المرتبة الأولى في مدرسته كان الأول على فلسطين في الفرع العلمي بمعدل 99.18. والله ما يعني مهما كانت ما فكنتش يعني ذاك الفرحة الكبير، يعني صحيح الواحد فرح بس يعني مع شوية صدمة يعني عادية، يعني ما شو بدي أقول لك، يعني ما بعرفش. إيش حاب تدرس؟ والله يسعى الدراسة إن شاء الله، يعني آمل إن شاء الله هندسي، إن شاء الله إن شاء الله هندسي. إبراهيم الذي يعرف عنه بهدوئه الكبير أمضى عامه في الثانوية العامة كأي طالب آخر، يمارس الرياضة، يشاهد التلفاز، يزور هذا وذاك، لكنه كان يخصص وقتا معينا لدراسته. حصل على المرتبة الأولى وأفرح كل من عرفه. في أيام الامتحانات يعني كنت في اليوم أدرس 10-11 ساعة، يعني أكيد الساعات يعني مش راح تكون كلها دراسي، يعني اليوم بالكامل أكيد بتخلله إشي يعني لابد منه في حياة الشخص، صلاة، عبادة، لعب، ترفيه، رياضة، يعني إشي أكيدي. بس يعني أهم إشي واحد يكون منظم لوقته لدروسه لبرنامجه، يعني عارف شو بيسوي بالضبط يعني. والحمد لله هذا كان موجود عندي، وكنت حاط برنامج الحمد لله، وربنا وفقنا، واللي قدرت عليه الحمد لله عملت، الحمد لله رب العالمين. هو واحد من 17 طالبا في مدرسة البرج، يحب الهندسة، يرغب بدراستها في حياته الجامعية المستقبلية، لديه طريقة خاصة في دراسته. إبراهيم من الناس اللي يجيد الكتابة، يجيد قراءة السؤال. إبراهيم مميز بهذه النواحي، إبراهيم مميز بمتابعته لكل صغيرة وكبيرة في العملية التربوية. إبراهيم ما خلاش امتحان تجريبي وما كتبوش، ما أجاش وكان يكتبه، ما خلى شيء. هذه الصفة شخصية فيه أوصلت لهذا الشيء. فرحة كبيرة عاشتها هذه العائلة، فرحة خيم عليها نوع من الحزن لعدوان غاشم على قطاع غزة، عدوان حرم بعض الطلبة من رؤية نتائجهم. من هذا المكان انطلق، رسم الفرحة والبهجة على وجوه الجميع، حصد المركز الأول على مستوى فلسطين في الثانوية العامة. جهد فريد وشعور مميز ختم بأجمل العناوين، وأهدي لمن ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن. لتلفزيون القدس، محمد العدم من قرية البرج، دورة جنوب الخليل.